معكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. أدى رئيس الجمهورية المؤقت السيد فؤاد المبزع صباح اليوم واجبه الانتخابي بالقاعة عدد واحد بالمدرسة الابتدائية طانيت بقرطاج حنبعل في أجواء تميزت بحضور ملاحدين تونسيين وأجانب وإقبال مكثف للناخبين على مركز الاقتراع. والحمد لله بعد الثورة من 14 وصلنا إلى شط السلام، تبدأ قدامنا والآفاق إن شاء الله تكون مفتوحة، إن شاء الله مستقبلنا خير من حاضرنا، وأنا نتمنى كل خير لتونس. نعتبر أنا معناها الشعب التونسي قادر باش يخلق المعجزات كما حضرهم في الماضي، وقادر باش يحقق الديمقراطية الحقيقية. مسؤولية كانت كبيرة من 14 جانفي، اليوم يظهر لي أكبر. اليوم أكبر، ولكن مسؤولية الشعب كله، مش مسؤوليتي وحدي ولا مسؤولية الحكومة، اليوم مسؤولية الشعب باش يختار أحسن ناس اللي باش يواصلوا المسيرة هذه. كيفاش تقيموا هالإقبال؟ إقبال عظيم ياسر، شنو تخيب؟ فرحة كبيرة، علاش قلت؟ بل عدد نتاع الحاضرين ومستوى الحاضرين والوجوه اللي نعرفها في المنطقة اللي نسكن فيها هنا. بارك الله فيك. 23 أكتوبر يوم تاريخي بشوفها. وفي ولاية المنستير قامت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات بمعاضدة كل المجهودات لإنجاح الانتخابات وضمان سيرها العادي. اليوم عندنا عرس وهو عرس الانتخابات، ما عندناش تجربة ولكن فما تكوين، حاولنا باش ننجحوا العملية من موقعنا ضمن معناها المجتمع المدني، هو أنا نلاحظ الانتخابات. عندنا مجموعة من الملاحظين، كيفاش يمشيوا هما الملاحظين؟ يمشيوا دائما أون بينوم، اثنين، واحد يدخل داخل المركز واخدك من داخل المكتب وما يغادروش، واحد يخدم في الساحه، واحد يرى المكتب الداخل شنو يصير، والاخر يرى المحيط في الساحه مع بعضهم. ثم عندهم كتيب يسجلون فيه كل ما يروا، كل ما يلاحظوه يسجلوه. انا لاحظناه ان ثم اكتظاظ وما ثماش قائمات معلقه، وهذا ما يعاونش معناها الناخبين، يكون من الاول يشوف القائمه اللي كان قراحه يشد الصف، ما قاش روحه يمشي الى مكتب اخر، دونك هذه اكبر صعوبه. تطوعا انخرطوا في هذه الجمعيه ايمانا منهم باهميه هذا التاريخ في تحديد المسار الديمقراطي لتونس، لا تفوتهم شارده او وارده ضمانا لنزاهه العمليه الانتخابيه. خليه من المتطوعين والمتطوعات يلاحظون على عين المكان ويدونون هنا، فمستقبلهم يرتبط بهذا التاريخ. أسماء البراق، التلفزة التونسية. كما تشهد مختلف مكاتب الاقتراع بولاية بنزرت إقبالا مكثفا من قبل الناخبين منذ انطلاق عمليات التصويت، وقد ساد الهدوء التام محيط مراكز الاقتراع ولم تسجل تجاوزات تذكر من شأنها أن تعكر أجواء العملية الانتخابية. هكذا بدأ يتشكل المسار القويم في تونس بإقبال التونسيين على مكاتب الاقتراع منذ الساعة 7 صباحا. وعندما نتحدث عن المستقبل نتحدث عن الشباب الذي أراد أن يستكمل أهداف الثورة بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع وفق ما يقتضيه الحق والواجب. إحساس ما يجمش توصف. ديجا تفرج ها العبيد، جينا 7 نتاع الصباح وفي بينا باش نجيو الاولانيين، يا اخي ديجا لقينا فيل كبيره برشا. فرحانه خاطر حاجه اول مره نعملها في حياتنا، وان شاء الله مش اخر مره. انا اول مره ننتخب وانا فرحانه ياسر لان ننتخب، في خاطر تونس هي تونسنا الكل. ما حسيت ما نحكيلكش، يكون من 5 تصبيح وانا فايق نستنى في الانتخابات. من 5 تصبيح وانا نستناو. انتخابات المجلس الوطني التاسيسي استرعت اهتمام الأطفال الذين أصر البعض منهم على الالتحاق بمراكز الاقتراع للاطلاع لا غير. جاي باش نشوف كيفاش، خاطر شمعنا جاي باش ننتخب،
ونحب ننتخبوا حاجة باهية. وإن كنا لا نستطيع الجزم الآن بحجم المشاركة، فإن العين المجردة أو عين الكاميرا رصدت لنا هذه المشاهد. ختام هذا الموجز تأتيكم على رأس الساعة نشرة مفصلة. إلى اللقاء.